ستبقى بالعويل يا أبا زينب حلت ساعة الحزن الطويل بعد حيني سوف أمضي وستبقى بالعويني فاستمعني ني وصايا لا تجارى بالأنين وظلاما تنتراها رسمت في دمع عيني هاجموا داري وحيقدا أسقطوا مني جنيني كسروا ضلوعي بالضبون وبخلف بابي عصروني ويلهم بلوم ظلموني ومن البكاء حرموني كسروا ضلوعي بالضبون وبخلف بني عصروني ويلهم بلوم ظلموني ومن البكاء حرموني فاستمع مني وصايا تتجارى بالأنين وظلاما تنتراها رسمت في دمع عيني هجموا داري وحيقدا أسقطوا مني جنيني كسروا ضلوعي بالضبوني وبخلف بابي عصروني ويلهم بلؤم ظلموني ومن البكاء حاموني
كلهم دفئا وحضنا صبغا انا رسول واني انهم ارثي وتذكار المدمع بين ازماني لا تدع دمعا عليكم فهو عيني وانساني فان حل بي الوعد فغسلني وكفلني وعند الليل في سر أيا حيدار شيعني وأخفي القبر لا أرضى بأن القوم يأتوني وحسبي الله من وفي الميعاد يكفيني وفي الميعاد يكفيني كن لأيتامي أبا البحر في عطف وتحناني كلهم دفئا وحضنا صبغا أنهار السلواني إنهم إرثي وتذكار المدمع بين أزماني يا تدع دمعا عليهم فهو قيمي وإنساني فإن حل بي الوعد فغسلني وكفلني وعند الليل في سر أيا حيدار شيعني وأخفي القهر لم أرضى بأن القوم يأتوني وحسبي الله من وعد وفي الميعاد يكفيني وفي الميعاد يكفيني وفي الميعاد يكفيني في أمان الله يا خير المصلين واللقاء في الحشر نسأل الله راضينا في أمان الله يا خير المصلين واللقاء في الحشر نسأل الله راضينا هي دي الدنيا إلى الأجزاء ترمينا فاستظر بعدي فإن جبهنا قد بينا إنه الوداع هل بافتجاح ما لنا اجتماع يا حامي الجار والنوى يكون ساعة المنون فارقى بالشجون هذه الدار نحو الوداع هل بافتجاح ما لنا اجتماع يا حامي الجار والنوى يكون ساعة المنون فارقى بالشجون هذه الدار فارقى بالشجون هذه في أمان الله خير المصلين واللقاء في الحشر نحن راضين هي دي الدنيا إلى الأجزاء ترمينا فاستظر بعدي بين قلبين إنه الوداع هل بافتجاح ما لنا اجتماع يا حامي الجار والنوى يكون ساحة المنون فارقب السجون في هذه الدار فارقب السجون في هذه الدار وعلى النحش